والله بص يا كابتن شريف، هو اختلف العلماء والجماهير في القصه اختلف. شفت انت قلت اختلف الناس الحقيقه، بس انا شايف انه الحقيقه الراجل ما كانش قدامه غير انه يلعب بالطريقه دي، لانه الجيل، انا اسف ان انا بقول كده ومش عايز يعني يبان كلامي انه تخبيط في حد، لكن الجيل مش جيل كله عظيم، يعني في مراكز كويسه قوي، لكن مش كل ال 11 لعيب عظماء. يعني في مدرب دايما بيعرف ياخد اكتر حاجه عندي، يعني لو حضرتك بتقارن ما بين حاجه تانية، النني ده مثلا كلنا اختلفنا عن النني ده، حتى اوروبا اختلفت فيه، مش احنا بس. صحيح، في مدرب يعرف يطلع لك النني ده عظيم، يوفر له حتى الناس اللي حواليه ماشي، يدوا له فرصه انه يطلع امكانيات اللي عنده. انما بقت الحكايه بقطع الكوره واجدي لحد، الاقي ما فيش غير انا وطارق، ما ابتدوش يلعبوا حتى ايه طريقه النني ان هو يزيد. ما شفناهوش بيزيد في الملعب، انه ما عندوش تحتيه دونجا وطارق حامد وعبد الله قدامه، بقى عبد الله هو اللي عايز يسقط لغايه تحت ويستقمى. هم ما وفروش للعيبه مع بعض ان كل واحد يقدر يحط امكانياته في الملعب شكلها ايه، وده شورتج كان موجود قوي. قعدنا النادي ادام ما عندكوش حد هجومي يعني مرمي لقدام وصلاح ودريزيجيه، يبقى هم العمق الهجومي بتاعكم، واعملوا ثلاثه ستاره في النص عشان محدش يقدر يعوركم. اول ما حتى حصل خلل اتغلبنا في الماتش بتاع جنوب افريقيا، يعني حصل حاجه غياباني، يعني ما لا لازم المدرب الكويس هو اللي بيبقى عارف راسه. لا بس انا مش بتكلم هنا انه اجري كان كويس وكان مضطر، لا اجري يعني لا لا، بس كوبر انا بشوف انه كوبر كان عنده ميزه استامبا ستاندر، يعني عنده شكل، عنده هويه، يعني هويته الدفاعيه مش بتعجب المصريين، لكن هي هويه واضحه ومحترمه وتتفهم. كان هانتر مع صلاح، يعني معتمد تماما على محمد صلاح وعبد الله السعيد ايامها، يعني انا اشوفهم يعني كده ككره. وكان ساعات بيطعم برمضان، رمضان كان بيفرق معاه ساعات. تريزيجيه كان كهربا، تريزيجيه دخلنا بالبينالتي اللي هو الحقيقه كهربا من العلامات اللي هي عندها فكر في الملعب، لعيب عنده شخصيه، يعني يقدر يعمل لك فرصه في اي وقت. كسب المغرب بكوره اشترك فيها ودخلها جول، يعني يقدر، كان عنده الامكانيات ان هو يعتمد يقول انا هاخد اللعيب ده. انما احنا مش عايزين نخش طبعا الفتره اللي فاتت، المنظومه اللي راحت اصلا البطوله الافريقيه ناقصه، يعني ما عندناش حتى حاله تعويضيه في اي مركز تاني. لو صلاح لو جرى له حاجه لا قدر الله كان شكر يعني ما تعرفش يعني. صح، يعني الراجل اللي هو ما جاش المره دي محمدي كان سوبر بالنسبه لي انا وانا بتفرج اول مره اشوفه، ها محليا يعني دوليا عندي انا او محليا عندي انا بتفرج عليه مؤدي وبيهاجم ومتحرك. أو ما هو قبل كده ما شفتوش انا، لا كان أنا احمد فتحي، أنا كان احمد فتحي واخد اللقطه على طول، يعني مش طبعا يعني مفيش زيه في الحته دي. كديفندر وقف الهافات والوينجات بتاعت غانا كلها، وقف اللي هم تمنهم مليارات، يعني